تسمعونا على 93 الحياة فام إذاعة القيروان للصحة. رواق الحياة على الحياة فام. مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في سهرة جديدة مع برنامجكم رواق الحياة. رواق الحياة الليلة موصول بحدث هز القلوب وهز الأرض الفلسطينية والأرض العربية، هو حدث اغتيال الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عقلة، رحم الله الفقيدة. نخصص مستمعينا الكرام هذه الحلقة للأدب الفلسطيني وللموسيقى الفلسطينية وللغناء الفلسطيني. نخصص هذه الحلقة من إذاعة الحياة للحياة. نحاول من خلال هذه السهرة أن ننفي العدم. معنا في الأستوديو كالعادة الأستاذة كلثوم مبروكي، أهلا وسهلا. عسلامة سي عبد المجيد وعسلامة بأعزائي مستمعينا الكرام على موجة حياة فهم كالعادة. مرحبا بكم. أنا الحق الحلقة اليوم متأثرة برشا 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 خاطر الصحفية هذه شيرين أبو عقلة، إنسانة بمعنى الكلمة، يعني أخلاقا أول حاجة أخلاقيا ثم عمليا إنسانة أبدعت، رحمها الله و رحم الله كل شهداء الأرض. أمين. رحم الله كل شهداء الأرض في فلسطين الحبيبة. الحبيبة. إذن مستمعينا الكرام، مع تعريفة، مع حكاية موجعة في الحق ولكن لها معنى، من هي شيرين أبو عقلة في فقرة أولى؟ ولدت شيرين أبو عقلة عام 1971 في القدس لأسرة مسيحية تعود جذورها إلى مدينة بيت لحم. تخرجت من مدرسة الراهبات الوردية في بيت حنينة في القدس. درست في البداية الهندسة المعمارية في جامعة العلوم والتكنولوجيا في الأردن، ثم انتقلت إلى تخصص الصحافة والأعلام فرعي العلوم السياسية، وحصلت على درجة البكالوريوس من جامعة اليرموك في الأردن عام 1991. عادت بعد التخرج إلى فلسطين وعملت في عدة مواقع مثل وكالة الأونروا وإذاعة صوت فلسطين وقناة عمان الفضائية، ثم مؤسسة مفتاح وإذاعة مونتي كارلو. شكرا أستاذة. إذن مستمعينا الكرام، الزيتون لا يموت إلا واقفا ويظل واقفا. ماتت شيرين أبو عقلي برصاص المحتل واقفة على ميدان العمل. الدماء الفلسطينية تروي أرض الزيتون، الأرض الفلسطينية السليبة. ومن الأصوات الشعرية التي صورت قصة الشعب الفلسطيني وقصة الأرض الفلسطينية السليبة الشاعر محمود درويش. نستمع إلى محمود درويش في لا شيء إلا الضوء، ثم نسترسل مع الفن الفلسطيني غناء وموسيقى. لا شيء إلا الضوء، لا شيء إلا يا أقصى رجالك جايين. ستظل الأرض مصغية إلى نبض الإنسان ووجيب قلوبه في هذه اللحظة الفارقة، في هذه اللحظة التي تفقد فيها فلسطين، يفقد فيها الشعب الفلسطيني تباعا شهداء برصاص الاحتلال الغاشمي. الشهيدة، شهيدة الكلمة، شهيدة الأرض، شهيدة الحق شيرين أبو عقلة. نواصل التعريف بالفقيدة الأستاذة كلثوم مبروكي. انتقلت للعمل في عام 1997 مع قناة الجزيرة الفضائية، حيث عملت شيرين أبو عقلة على تغطية أحداث الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، حيث قتلت برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في 11 ماي 2022. غطت شيرين أحداث الانتفاضة الفلسطينية عام
ألفين والاجتياح الإسرائيلي لمخيم جنين وتلكرم عام 2002 والغارات والعمليات العسكرية الإسرائيلية المختلفة التي تعرض لها قطاع غزة. وكانت أول صحفية عربية يسمح لها بالدخول إلى سجن عسقلان في عام 2005، حيث أجرت مقابلات مع الأسر الفلسطينيين الذين صدرت في حقهم أحكام طويلة بالسجن. شكرا. إذن مع تميم البرغوثي الشاعر الفلسطيني المقيم في مصر في قصيدة بعنوان في القدس، وبعدها مباشرة مع أغنية فلسطينية معروفة يا ظريف الطول، ثم نعود. مررنا على دار الحبيب فردنا مستمعينا الكرام، سهرتنا الليلة في رواق الحياة سهرة وفاء لروح فقيدة النضال، فقيدة الحق والحقيقة، شيرين أبو عقلة. نواصل مع قصة شيرين أبو عقلة الأستاذة كلثوم مبروكي، تفضلي. في 11 مايو 2022 أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن إصابة شيرين أبو عقلة بعيار ناري بالرأس، وأن وضعها الحرج للغاية خلال تغطيتها لاقتحام جيش الاحتلال المخيم جنين. لاحقا بعد دقائق أعلنت وزارة الصحة أنها توفيت في قسم الطوارئ بمستشفى ابن سينا التخصصي بمدينة جنين، متأثرة بإصابات خطيرة في الرأس. أعلن مدير دائرة الطب العدلي في جامعة النجاح الوطنية ريان العلي الانتهاء من المرحلة الأولى من تشريح جثمان شيرين أبو عقلة، حيث أكد أنه لا يوجد أي دليل على أن إطلاق النار كان من مسافة تقل عن متر، وأضاف أنه تم التحفظ على مقذوف مشوه حتى تتم دراسته مخبريا. فيما أكد مدير معهد الطب العدلي في نابلس أن الرصاصة التي أصابت شيرين أبو عقلة كانت قاتلة وبشكل مباشر في الرأس. اقتحمت شرطة الاحتلال بعيدة ساعات من اغتيالها الصحفية الفلسطينية منزلها في القدس، ثم قامت بفض التجمع في محيطه واعتدت بالضرب على المتضامنين. من الأصوات الفلسطينية مستمعين الكرام صوت شاعر رحل عنا من زمن غير بعيد، هو الشاعر سميح القاسم. نصغي إلى قراءة شعرية للشاعر سميح القاسم، ثم أغنية أنا دمي فلسطيني، تفضل. لبيروت وجهان، وجه لحيفا، ونحن صديقان سجنا ومنفى، قطعنا بلاد أرض فقيدة الحق والحقيقة شيرين أبو عقلة. نواصل مع سيرة الفقيدة الأستاذة كلثوم مبروكي، تفضل. نقل جثمانها إلى كنيسة دير اللاتين بجنين للصلاة عليها، ولاحقا نقلت إلى نابلس لإجراء التشريح لها بعد طلب النيابة العامة الفلسطينية وموافقة ذويها في معهد الطب العدلي بجامعة النجاح الوطنية. ثم نقل جثمانها إلى مقر المكتب الجزيرة في مدينة رام الله، ثم إلى مستشفى الاستشاري العربي. أعلن عن أن مراسم تشييعها ستتم يوم 12 مايو 2022 انطلاقا من مقر الرئاسة الفلسطينية في مدينة البيرة. أقيمت جنازة أبو عقلة يوم الجمعة 13 مايو في القدس، وتم إيقاف الموكب في المستشفى الفرنسي القديس يوسف، حيث أوقفت شرطة الكيان المحتل لفلسطين المشيعين الذين حاولوا حمل نعشها وضربتهم بالهيروات وكاد نعشها يسقط على الأرض. وقد نقلت وسائل الأعلام لقطات مما حدث. إن ضرب جند الكيان المحتل مشيعي جنازة الفقيدة الشهيدة شيرين أبو عقلي، ولكنها لن تسقط، ستظل واقفة كزيتون القدس. مستمعين الكرام، سهرتنا الليلة أذكر بأنها سهرة مهداة إلى فلسطين الأرض، فلسطين الإنسان، مع قصيدة مطولة للشاعر الفلسطيني معين بسيسو، ونرفضها بأغنية لمارسيل خليفة من شعر محمود درويش.
معين بسيسو. من روح معين بسيسو، من روح شهيد الكلمة إلى روح شهيد الرصاص. أمشي وأنا أمشي وأنا أمشي وأنا 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 أمشي. منتصب القامة أمشي، مرفوع الهامة أمشي، في كفي قصفة زيتون وعلى كتفي نعشي. مستمعينا الكرام، سهرة الليلة مهداة إلى روح فقيدة الحق والحقيقة الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عقلي، التي اغتيلت برصاص الكيان المحتل، برصاص الكيان المحتل، كما عادت هذا الكيان أن يغتال صوت الحق، أن يغتال صوت الحقيقة، أن يسقط غصن الزيتون. مستمعينا الكرام، تحية تقدير للأدب الفلسطيني، تحية لأدباء فلسطين، لفناني فلسطين، فلسطين التي ظلت أرضا ترقص وتغني على ألسنة شعبها الباسل من أجل الحق والحقيقة. مستمعينا الكرام، نخرج لأذان العشاء وبعدها نعود لنواصل برنامجنا رواق الحياة إهداء إلى الشعب الفلسطيني. تسمعونا على 93. أنا لست لي. محمود درويش، الصوت الفلسطيني. مستمعينا الكرام، ما زلنا في سهرة من رواق الحياة على أمواج إذاعة الحياة فام 90.3. تستمعون إلينا في سهرة مهداة إلى روح فقيدة الحق والحقيقة شيرين أبو عقلي. الأرض بجبالها الراسيات بالأوتاد التي تعلو شموخا، هي الأرض ستظل تذكرك شيرين أبو عقلي، وكل الشهداء لن يسقطوا غصن الزيتون. الأرض ببحارها الزرقاء التي تسر الناظرين وتبهج الحائرين، بسمائها التي تشع نورا وراحة وانتشاء بقدرة التجلي والتنفس، هي الأرض ستظل تذكرك شيرين أبو عقلي، وكل الشهداء ستظلين ماثلة في الذاكرة زيتونة فلسطينية. الأرض التي تمتد بصحرائها ووديانها وغاباتها وأنهارها، بسهولها وهضابها، بكل اللون الأخضر الزاهي الذي يشبعك حبا وطمأنينة، هي الأرض ستظل تذكر شهيدة الحق والحقيقة شيرين أبو عقلي، سيظل صوتها يملأ الأفاق مع عادل الأحمدي. صباح من الوجع المتحجر وسط الحلول، وشمس تدلت كزيتونة المشنقة. ما زلنا مستمعينا الكرام مع سهرتنا من رواق الفنون، هذه السهرة المهداة إلى روح الفقيدة الفلسطينية شهيدة الحق والحقيقة شيرين أبو عقلي. هذه الأرض، هذه الأرض التي تحفها الملائكة ويعيش عليها الإنسان منذ أن خلق الله آدم، هي الأرض ستظل تذكر شيرين أبو عقلي، وكل شهداء فلسطين سيذكر التاريخ أنها كانت هناك، وأنها ستظل أبنوسة في أرض فلسطين، نبراسا للحق والحقيقة. شيرين أبو عقلي غابت برصاص الاحتلال، ولكنها تظل ماثلة، تظل القلوب تنبض لشيرين، وأسال موت شيرين حبرا كثيرا. ومن القصائد الرثائية ما قال مرتضى التميمي، نستمع إلى مرتضى التميمي ونعيد بث أنا دمي فلسطيني بطلب من مستمعينا الكرام في سهرة الوفاء. يمر رواق الحياة في هذه السهرة المهداة إلى روح شهيدة الحق والحقيقة الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عقلي. مستمعينا الكرام، ستظل شيرين في نبض كل عربي، ستظل شيرين في مجرى أغصان الزيتون، ستظل شيرين
في سقسقات أودية فلسطين ماثلة قائمة لن تموت. بلغنا ختام هذه الحلقة، الشكر موصول للتقنيين شاكر الشحاوي وأيمن ليغا ولمرافقتي في هذه السهرة الأستاذة كلثوم مبروكي. إلى اللقاء مستمعينا الكرام في حلقة جديدة الأسبوع القادم من رواق الحياة. تسمعونا على 93 الحياة فم، إذاعة القيروان للصحة. رواق الحياة، رواق الحياة على الحياة فم.